اهلا بحضراتكم من جديد، والف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، والف مبروك لعيبه النادي الاهلي وجهازه، والف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، وطبعا جماهير النادي الاهلي الف الف مليون مبروك. اللعيبه لعبت بينا بصراحه كلنا، يعني لعيبه الاهلي جابونا وودونا وخلوا الناس بقى يطمعوا فينا، وقال لك احنا قربنا البناط وقربنا النقط وخلاص الاهلي وقع، بس بصراحه يعني ضحكوا علينا كلنا. رحب بيكم مره ثانيه كابتن شريف، كابتن ربيع، كابتن عادل، اهلا وسهلا بيكم. اهلا بيك كابتن. ادينا واحده بقى جامده كده، قلت 3-1 كنت بتغزي العين ولا حاجه؟ انا ما بغزيش العين ولا حاجه يعني. النهارده المباراه بجد مباراه جيده من الطرفين الحقيقه، مولين العرب مش عشان ضربه الجزاء وانه تعادل 2-2، انما كان في لعب، كان في وجود ليه تاني هاف تايم. دخوله في المباراه في اول هدف عن طريق محمد فاروق ده عمل له شكل انه يقدر دايما يبقى موجود خلال المباراه. ضربه الجزاء صحيحه 100%، ده درس مستفاد احنا كلنا لازم نستفيد كلعيبه، ان احنا في اي وقت نقدر في اي هجمه بتيجي علينا تقدر تبقى هدف لينا، وممكن اي فرقه تتفوق في استغلال الفرص، فهنا استغلال الفرص كان جيد بالنسبه لمولين العرب، خلاه عندهم حميه، خلاه عندهم رغبه ان هم يكونوا موجودين في الملعب ويحسنوا صوره المباراه اللي قبلها. ولكن اداء النادي الاهلي كان هو هي الجمعيه اللي موجوده، ما فقدوش الثقه، ما فقدوش، ما بقوش متهورين، ما بقوش مستعجلين، ما بقوش بيلعبوا كور طويله وخلاص زي يعني معظم الفرق اللي هي عايزه الوقت ما يسرقهاش، انما كان في رؤيه دايما وكان في تحفظ ان هم يلعبوا الكوره مظبوطه جدا لبعض، على اساس ان التمرير الجيد هو اللي يثمر عن الاهداف، وده اللي حصل الحقيقه في الشوط الثاني، بس بهذا الشكل ان انت تعود للمباراه بثلاث اهداف بعد التعادل 2-2، ده الشكل النادي الاهلي بقى اللي كنا بنتكلم عنه، ده احساس اللاعبين بالمسؤوليه، ده احساس اللاعبين ان ما ينفعش ابقى 2-0 وبعدين ارجع 2-2 ويروح مني المباراه. ويحسب طبعا التغييرات اللي عملها كابتن حسام، حس فين الثغرات اللي احنا اتكلمنا عنها انا وكابتن في الهاف تايم. نص الملعب كان محتاج تجديد النشاط، تجديد الثقه، فنزل حتى اللعيب اللي هو نزله اسلام محارب، كان ليه الحظ ان هو يترجم هدف ليه وتبقى جايزه بالنسبه له، كل مره بينزل بيثبت ان هو البديل الجيد، وان احساس كويس قوي انك انت تنزل في مباراه وانت متعادل وبعد كده يمكن ليك سبق الفوز. تمام، يعني 5 اهداف مقابل هدفين، النادي الاهلي كسب 3 نقاط غاليه واصبح رصيده من النقاط 60 نقطه. مش هنقول بقى الفرق بينه وبين اقرب المنافسين عشان انا بصراحه كمان يعني بقى كتير جدا الحمد لله، 14 هدف لوليد ازارو يعتلي بقى قائمه الهدافين، حاجه جميله قوي. النادي الاهلي كسبان من هذه المباراه مكاسب كبيره جدا. عايز اقول لكم الاهداف بسرعه، وليد ازارو في الدقيقه 7، اجاي في الدقيقه 16، ثم محمد فاروق في الوقت المحتسب بدل ضائع من الشوط الاول، ثم احمد علي من ضربه جزاء في الدقيقه 56، اجاي مره ثانيه في الدقيقه 83، اسلام محارب النجم الاهلاوي 91، ازارو في الدقيقه 93، التغييره التاريخيه اللي بيعملها الكابتن حسام بدري دايما بخروج احد الديفندرين ونزول عبد الله السعيد ويزود العدد الهجوم النادي الاهلي. اعتقد النادي الاهلي مش في حاجه ليه ديفندرين ثابتين يا كابتن ربيع بنفس مواصفات الديفندرات المدافعين.